اليوم يا انا يا جوال اونر اكس 9 بي جوال حاصل على شهادة سويسرية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط بالكامل، وانا لدي التحديات المناسبة لاختبار ذلك. اليوم ليس لدي مطرقة، لذلك سأستعين بشاشة الجوال. الشاشة كما هي ليس فيها خدش واحد. أما التحدي الثاني فهو من أكثر ما أردت فعله وأنا صغير. تعرفون تلك الحركة التي يكسرون فيها هذا الخشب بيدهم؟ اليوم سأكسره بالأونر X9B. الجوال كما هو، بل إن الحافة ما زالت تلمع. أيضا لم يتأثر الجوال بأي شيء. سقوط هذه الضحايا الخشبية ليس لدي خيار آخر. وصفة اليوم: الجوال أولا بعض اللون والثلج. بسم الله. حتى مع ظهور هذا الخط في الشاشة ما زالت الشاشة تعمل من دون أي مشاكل، والجوال قابل للاستخدام بشكل طبيعي تماما. الجوال حصل على اختبارات متانة لكل الزوايا والوظائف تقريبا بشكل مكثف، مع الحفاظ على هذا الشكل الجميل والنحيف جدا. استثمار ممتاز لجوال متوسط.